فادي شماتي، من وين بلش مشوار نضالك؟ كان عمري 12 سنة. هذا اللبنان اللي ربيت عليه شفته عم بيتكسر. الخطر على الوجود ما بقى فيه بخسر فلان أو ما بخسر فلان، ما بدي أخسر وجودي كل سنة. نحن عم ندافع عن المجتمع المسيحي. كنت دافع عن الناس، هلأ عم بدفعها. أنا خوفي على وجودي خلينا لو ابن 9 سنين كمان أحمل بارودي. في حرب طاحني، في فريق بده يفرض سياسته وسيطرته على لبنان وخاصة الفلسطينيين بعد اتفاق القاهرة، وفي جماعة خايفة. كان الخوف الأكبر الخوف إلغاء مجتمعنا وضياعنا. أصفت على مراكز دينية؟ أصفت بالحرب ما فيش لو فكرنا أكثر. الغريزة بتواجه الأخلاق. وقت برمت البارودة بغير اتجاه قتلنا بعض، ما حدا تعلم. حرب كلفت 137 ألف قتيل، 17 ألف مفقود، ما حدا تعلم.